السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، احوالكم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جينا نديرو الطرز ديال الموزون بجوج اشكال. هوريكم طريقتي في الخدمه كيفاش كنخدم. غنديرو بالموزون عادي، هذا عادي مسطح، وهذا اللي خديته وقرصته. تاخدو موزونو كطويوها على جوج، معرفش واش كيبان ليكم مزيان. المهم انا نوريكم الطريقه في هذا كيفاش كتخدموه. كتاخدو موزونو كتشوفوا الوجه ديالها، هذا هو الوجه اللي كيرتي اللي كيكون فيه اللمعان. كتشدوه وكطويوه، كطويوها في النص مقابل مع هاد الثقب هذا اللي كنخدمو به اللي كندخلو فيه الابره. كطويوها على هذيك الجهه، ها انتم كتولي بحال شكل وريقه. شنو نوريكم طريقه واحده اخرى باش تفهموا اكثر. ها انتم هذه الجهه اللي كترتي كنجيو مقابلين مع هاد الثقب هذا اللي كنخدمو فيه، وكنقرصوها في الوسط. ها انتم دابا انا نوريكم طريقتي في الخدمه كيفاش كنخدم. فهادي بديت فيها، دابا غادي نخدم هادي اللي حداها. ما عرفتش كيبان لكم، كتبان لكم الرشمه في الثوب ولا لا؟ مع المبره ما تيبانش مزيان. هادي الوريده اللي حداها، هانتوما البنات. فكنحط الموزون على الظهر ديالها، الظهر ديالها هو اللي من الفوق، الجهة اللي تتكون تزلق مالسة هادي هي اللي من الفوق، الجهة اللي فيها البريو ترجعها من التحت. هانتوما كندير الاولى وكذلك الثانية بنفس الطريقة، كلهم كنرجع لهم الوجه للتحت والظهر للفوق. فأنا كنخدم بجوج موزونات، ملي تيكون موزون صغير تنخدم بجوج موزونات باش كيبان ليا واقف وتيعطي النظره. هانتوما فطلعت في الجنب ديال الرشمه اللي عندي، ديال الوريقه اللي عندي، ودرت الموزونات. فكنديرهم على ظهرهم باش ملي كنضرب هنا تحت من الرشمه شويه كيجيو على وجههم. ديما هذا تيخصكم تردوا معاه البال، هذا يجي يكون عنده جوج وجوه. عاوتاني غنمشي الجهه هذه اللي تتكون مافه، وغندير جوج موزونات عاوتاني، وغنضرب تحت منهم وتنخرج حداها. ها انتم باش ما كنبقاش نهبط ونطلع نهبط ونطلع، فعود ما تهبطوا وتعاودوا تطلعوا كتعذب الخدمه وكتجي معطله، كتعطلوا هكاك. هانتوما كندير الاولى والثانيه، راه كلهم عندي مقلوبين على ظهرهم على وجههم، الوجه لتحت والظهر الفوق. هانتوما كنضرب تحت منها وكنعاون بصبعي من التحت، كنهز الثوب وكنخرج الفوق في الخط اللي عندي مرسوم هنا ديال الرشمه ديال الوريقه. هانتوما البنات راه كيجي واقف، راه حتى هادو خدمتهم بجوج جوج، يجي واقف وتيجي عامر. انا تنفضل نخدم نفضل نحط الموزون حدايا في المرمى باش ما نتعذبش كل مره ندير يدي وناخد. راه كل واحد وطريقته في التنبات، غير انا كنوريكم طريقتي وصافي كيفاش كنخدم. هانتوما كتبقاو غادي نتوما كتبعوا على الرشمه اللي عندكم، الاولى هاد الثانيه، كلكم ديروا حتى ثلاثه راهم كيجيو زوينين، خصوصا الا كان عندكم موزون كبير. انا عندي هنايا موزون صغير، نتوما كناخد هادوك اللي عندي مقلوبين، غندير جوج وغنضرب هنا وغنخرج حتى هادي.
راه كاينين فيديوهات بزاف كيفاش تعلموا التنبات، انا وريتكم طريقتي وصافي، وبغيت نوريكم كيفاش كتجي الوردة ب ديروا فيها مزيج بين موزون عادي وموزون هكا مقروص، معرفتش كل بلاصة وشنو كيقولوا له. المهم هانتوما خرجت بالخيط من الفوق، دخلت الموزون ديالي، غنضرب هنا لتحت وغنخرج في الخط اللي مرسوم عندي ديال الرشمة. هانتوما كيجيني الوجه اللي كيرتي راه هو اللي كيجي من الفوق. هانتوما انا وريتكم الطريقه ديال هادي كيفاش تخدموها ديال الجوج، دابا غادي نتحولوا لهادي باش نوريكم نكمل ليها الخدمه بهذا الموزون هذا مقروس. هانتوما البنات انا كنت كنخدم بالخيط ابيض، دابا فاش غادي نخدم بالموزون هذا كرونه، خدرت الخيط احمر او لا كرونه، المهم يكون عندكم نتوما تقريبي وصافي. هذا غادي نوريكم كيفاش نخدمو به، هذا كتجي للظهر ديالو ما كتدخلش من هنا من القدام من الجهه اللي كتبري، لا حتى هو كتدخل من الظهر ديالو بحال هكا. هو غنخدم غير وحده وحده، هانتوما دخلتها وغنضرب تحت منها ونعاود نخرج في الجنب ديالها، باش هكا كنربح الوقت عود ما نبقى نهبط ونطلع كنربح الوقت. نفس الشيء غنمشي للاخرى، كتجيو للظهر ديالها وكتدخلو بالإبرة باش كتعطي وجهها لقدام، يجي البريون لهنا الفوق. هانتو كنضرب تحت منها ونخرج جنبها عادي بحال اللي كنخدم الاخر اللي خدمنا في الاول بحال هكاك. غادي نستعمل بنفس الطريقه، هانتو غنضرب في الدار نستمر بنفس الطريقة حتى نعمر هذا القلب كامل اللي بقالي، نخليه بلاصة الحجيرة اللي غندير فيها هادي، تدير درهم ونص تكون فيها جوج دورات. هانتوما كنمشي كنتبع الرشمه اللي عندي، كنمشي حتى كندور عليهم كاملين ونعاود نعمر داك القلب، كنمشي صف صف حتى كنعمر كلشي. بغيتو تدوبلوه نتوما هاد المقروس هذا، بغيتو تدوبلوه دوبلوه، انا اختاريت نخدم غير على واحد باش ما تجينيش البياسه ثقيله بزاف. شو كيفاش كيجي، انا غادي نكملها كلها ونرجع لكم. هانتوما البنات من بعد ما كملتها ما عرفتش واش كتبان لكم مزيان مع كاميرا ولا لا، راه تجي فحال وريقات. دابا انا غادي نزيد وحده هي اللي بقات لي هنا، كيف ما قلنا كنضرب من الظهر ديال الموزونه و تنخرج للوجه. دابا غادي نخرج غير هنايا باش نركب هذيك الحجره ديالي،
دابا غادي نركب هذه، نتوما تبتوها مزيان. هتعاودوا تخرجوا من الجهة الأخرى. هانتوما البنات انا ثبتها، كتجيب هذا الشكل هذا، تقدروا تخدموها كامل بهذا المقروس هذا، فراه في الكاميرا ما كتبانش لكم مزيان، اما هي راه فيها منظر زوين بزاف، كيجيو بحال وريقات، بحال موزون على شكل وريقه. بغيتو ديرو هذا كامله بهذا المسطح هذا العادي، بغيتو ديروها بهذا المقروس، مي هذا المقروس هذا تيجي زوين بزاف في المنظر، احسن من هذا. بغيتو تديرو تمزجو بيناتهم كيما درت انا، حتى هكا كيجي احسن. بعد ان شاء الله نوريكم كيفاش تندير هادو الوريقات، عريشات هادو بالعقاق. نتمنى يكون الفيديو فادكم واستفدتوا شي حاجة، وكنشكركم بزاف.